تمام على ستانفورد بريدج وهنعمل فلوج النهارده في ماتش تشيلسي ساوثهامبتون. بشجع تشيلسي عشان حماده، ومع ان بابايا بيشجع ساوثهامبتون، هو اتولد هناك فعشان كده بيشجعهم. هو الجو تلج، فانا دلوقتي هخش الميجا ستور محل اشتري مثلا كوفيه او حاجه. انا دلوقتي في الستور، بصوا حلو ازاي، هو عملاق بصراحه. في بقى كل حاجه موجوده، الدنيا زحمه، كل الناس بتهرب من مصر هنا. وفريق ارزع باعت معايا حد من الاعداد بدل عبد اللي زايد، بس هو لسه ما وصلش. ده المحل، بصوا كبير، في كل حاجه. انا اهو بقى في الطابور، اشتريت كده شويه حاجات، منهم ماجنت عشان انا واحمد بنجمعهم من كل البلاد. صار الدنيا زحمه قوي طبعا زي ما انتم شايفين. بصوا رو 3، يعني الصف الثالث، حاجه شياكه بقى. ازيكم تاني يا رزيعه، احنا هو بقى بنتمشى، رايحين بقى نقعد من بدري اول ستاد. اخو علي زايد الاعداد بعتينه معانا، وهي الدنيا بتمطر قوي واحنا متسوحين بقى. يعني هنا بتخش قبل الماتش بربع ساعه، يعني ما بتخشش قبلها. مرضوش بقى يدخلونا الاماكن دي، بس قال لي انت حاجزه عشان احنا فوق. حاجزه ولا حاجه؟ انت كحيان يا محمد. قال لي روحي اقعدي في ريسبشن الفندق. تشيلسي يعني من اشيك الاماكن اللي في لندن، من الاماكن الابر كلاس يعني بيعيشوا فيها. فطبعا عشان اشرب بقى قهوه بقى جايه مكان شيك جدا، هو في هوتيل يعني في الستاد، فده زي اللوبي كده بتاعه شيكة يعني. قاعدين بقى، وطبعا ماتش توتنهام وبرايتون شغال. كل الناس بتشجع برايتون طبعا عشان توتنهام من لندن رايفلز بتوعهم، والدنيا بتمطر قوي قوي برا، مش كده قاعدين جوه يعني. بقعدي بقى في المدخل، بصوا تشيلسي فوتبول كلاب اهو، يلا بينا. اوه يا جماعه ده هيبقى، بس طبعا مفيش انسان اصلا في الاستاد، احنا مصريين بس فبنيجي بدري. كراسينا اهي، كراسي جامده، بص شياكه. ها النهارده تشيلسي ضد ساوثهامبتون، اللي عنده انكس بقى يهيص ولا هيزعل. يعني الماتش الاولاني خلص 4-1، فيعني هنشوف. لبست بقى برنيطة كريسمس اهي بتاع تشيلسي والبلوفر بتاع كريسمس، ويعني اخر دلع كده. كده كراسينا محجوزه مش زي في مصر، فممكن عادي نروح نجيب حاجات نشربها وناكلها. هو توتنهام دلوقتي جابت جون، فاحنا ممكن نروح نتفرج على الماتش بقى. لوكاس مورا بقى يعني جاب لي نقطه وطلع ما شاء الله، خد انذار وما عملش اي حاجه وطلع. يعني شكلها يوم رائع يعني. المره اللي فاتت لما لبست تي شيرت تشيلسي قعدوا 5 ماتشات ورا بعض يخسروا. هنشوف بقى المره دي ان شاء الله ما نخسرش. كارثه تبقى كارثه. الماتش النهارده خلص 0-0، بتبقى وحشه قوي يعني. الماتش الاولاني خلص 4-1 يعني، بس لو 0-0 وانت موجوده انت عارفه الوضع هيبقى عامل ازاي. لا لو خسروا وانا موجوده، او لو خسروا دي هتبقى كارثه تانيه. لا انا ماليش دعوه، انا لابسه اهو لبسهم، او على فكره اني لابسه لبسهم دي حاجه اوحش. يا مسهل يا رزيع، والنبي بالراحه عليا، انا النحس ده بيضايقني انا اكتر منكم والله. بص زيكم تاني يا رزيع، انا كده ناحيه تشيلسي. هو احنا مش قريبين قوي يعني، بس لا شايفينهم كويس يعني. وان شاء الله يبقى خبر حلو ان انكس ما بيلعبش لتشيلسي. هو خبر وحش طبعا في فانتسي ان انكس ما بيلعبش، بس يعني يا مسهل. وكمان يا جماعه في واي فاي مش بس دفايه يعني. اللعيبه بقى نزلت الملعب اهو. لو نضحته هيسمعني. ده الكلام ده لما يبقى الماتش بيتلعب في استاد السلام. في ناس غيرنا بترقص عادي. هما بيقولوا دلوقتي ان هما طبعا مش بيتقبلوا ريسيزم خالص، يعني اي حد يعمل اي حاجه ريسيست، جندر، ريليجن، كل الحاجات دي مش مقبوله. وبيقولوا برضو احنا متفاهمين ان انتوا ممكن تقفوا في شويه اثناء الماتش، بس ما ينفعش تفضلوا واقفين، يعني هنطلعكم بره الاستاد لو انتوا فضلتوا واقفين. حاجه يعني 5 نجوم بصراحه، الناس بتبص لي اكني هبي. طبعاً يا جماعة بدأ 3 بالظبط طبعاً، ويعني استاد مملي، جمهور ساوثهامبتون قليلين قوي، بس يعني ادينا بنتفرج. انا ما عنديش حد
من تشيلسي فانتسي كده كده ولا ساوثهامبتون. قلت استمتع بالماتش بقى من غير ما اوتر نفسي، وكويس والله اصلا كنت اجيب انكس فلو ما كانش بيلعب كنت هموت. بعد كده 11 دقيقه وصفر صفر زي ما انتم شايفين، ويعني هو الاحساس حلو. جمهور ساوثهامبتون والله عامل صوت رغم ان هو قليل. ابراهام محتاج مساحات، يعني هو عايز مساحات يجري فيها. ساوثهامبتون بيضيع وقته وهو اصلا في 22 دقيقة والله ما فاهمه. ساوثهامبتون قليلين قوي يا حرام. الناس هنا قفشة، في عيلة جنبنا متنرفزة قوي ومعاهم عيل صغير بيقعد يزعق كده جميل. هجمة خطرة. كان ينزل لو كان موجود كان هبوط وقعد يجري لغايه بكره. دقيقتين وقت بدل ضايع. لا وساوثهامبتون ايه بيضيعوا وقت والله العظيم من اول ثانيه. الناس ابتدت تقوم طبعا على امل بقى ان لامبارد ما بين الشوطين يتصرف. اصلا الناس ابتدت من دلوقتي تكتب لي على انستجرام كده تشيلسي في الشامبيون شيب وحاجات كده. ف والنبي يا لامبارد انتون والنبي. ساوثهامبتون لعبتها صعبه. اه هي لعبتها يعني صعبه. يعني اللي هو ايه؟ لعبوا 5 3 2 قفلوا ورا جدا ولعبوا على كوره. اه هي كوره واحده. على هجمه المرتده وهو كده كده ساوثهامبتون بتلعب كده بس انا خفت من غير انكس ما يعرفوش يجيبوها بس جابوها عادي. اه بالظبط. الفكره بقى ان الفلوس اللي جايه من كل ماتش كل تذاكر الماتش بتاع النهارده رايحه للتشيلسي فاونديشن، يعني حاجه خيريه. فاحنا يعني محتاجينها احنا في مصر. تشيلسي دي مش محتاجاها خالص يعني. احنا خيرين جدا. اه احنا كده كده يعني اقل حاجه عندنا. اه بالظبط. انت رايك يحصل الشوط الثاني؟ حاسه ان لامبارد هينزل هيحل الازمه بس ممكن يتعب. يا رب لا يعني. ممكن ينزل بوليسيتش متاخر شويه بس هينزل ميسون ماونت على طول يعني 10 دقائق كده او دلوقتي. بعد شويه. لا بس هو اصلا مش بينزله غير اخر 10 دقايق. ما مغضوب عليه لازم نتدفى. خلاص مع الدفايات كمان اهو. لازم اعمل كده يا اما بقى هقعد اتكتك لكم. بنحبكم يا رزيع. خلاص الحمد لله اودوي قام. مش عجباني الكاميرا وهي لازقه في وشي. احنا دلوقتي ما بين الشوطين وطبعا مروان بعت لنا سندوتشات هوت دوج ده تبع الانتاج وشايفين ميسن ماونت بيسخن والناس متضايقه طبعا. حلوه يا كانت، حلوه يا ويليان، حلو ده. المشكله ان الكوره دايما في نص ملعب ان تشيلسي هتجيب جون بس ساوثهامبتون واقفه لهم حيطه صد يعني. بوفال نازل مكان تشي ادمز. فاضل 9 دقايق والناس ابتدت تمشي طبعا يعني هو خسرانين 2-0 اكيد مش السبب يعني. انا عمري في حياتي ما رحت استاد والفرقه اللي انا بشجعها كسبت بره مصر يعني في مصر عادي. ممكن لما اقلع الجميزه مثلا النحت يروح شويه او دقايق بتاعي وقت ما ده ضايع يعني. الماتش خلص يا جماعه وانا اسفه ليكم كلكم يعني. عمري ما رحت الاستاد والماتش خلص بصالحي. رحت تعادلات بس يعني مش عارفه اعمل ايه. الناس قفشه وانا اسفه. نرجو نكون اتبسطتوا يعني. بجد الاستاد في ثانيه احنا مروحين للاسف. وشي كان نحس. شكلي نحست تشيلسي يعني. انا اسفه ليكم كلكم فعلا يعني مش عارفه اقول لكم ايه. انا بجد عمري ما رحت الاستاد والفرقه استاد بره مصر يعني والفرقه اللي انا بشجعها تكسب يعني. رحت اي سي ميلان وساسولو، ساسولو كسبت. رحت ليفربول وارسنال وتعادلوا يعني. مش فاكره رحت ايه تاني بس انا فاكره اني عمري ما طلعت في الاحساس اللي هو يلا كلنا نهايص. ففعلا الموضوع مأثر فيا جامد بس يعني مش عارفه اقول لكم ايه. بس بصوا والله الاستاد شكله حلو قوي. بصوا منور كده وكريسماس وكده. ايه حاسس بايه؟
يعني مبسوط الصراحه عشان انا بشجع مانشستر مش بشجع تشيلسي. ما تقولش كده. ماشي مش كده، انا بقولها بصوت واطي. احنا في منطقه، بصوا ستانفورد بريدج، انا اسفه مش هاجي هنا تاني، حاضر كفايه رزق قوي لحد كده تاني.